صدام حسين صح جوعنا بس شبعنا كرامه. هسه انا احس ما عندي كرامه بالعراق. ترضاها ابنك يا عراق؟ شبر شبر على الرصيف ما يطونه، والبنغلاديش يحكم والافغاني يحكم، هنا أنا مخلينا ملاك ويريدون العراق يشتغل جوا. حيا الله الكادر وحياك الله. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، اذا رايت قدرتك على الناس فتذكر قدره الله عليك. ترضاها ابنك يا عراق؟ البنغلاديش يخلونه هو الملاج وهو ابو المطعم، والعراقي يردونه يشتغل جوا. اوقف يمي حتى تقدر تسولف براحتك. صدام حسين صح جوعنا بس شبعنا كرامه. هسه انا احس ما عندي كرامه بالعراق. ترضاها ابنك يا عراق؟ شبر شبر على الرصيف ما يطونه، والبنغلاديش يحكم والافغاني يحكم، هنا أنا مخلينا ملاك ويريدون العراق يشتغل جوا. وانا يجون يصحون علي لاشتغل بشرفي. صور العربانه، انا شبيع قنابل يوم يراكضين وراي يردون عركه قوه قوه، يردون عركه. انا 12 سنه بالسجن وجاي اشتغل بشرفي. انا انهاريت، ما عندي وطن، ما عندي عراق. وهذا البخت، هذا مو مرقد، وهذا البخت. انا ما عندي وطن، عمان انهاريت، خلي يقتلوني وفضوها. يعني شو اشتغل؟ شو اشتغل انا؟ قلوني انا شو اشتغل؟ شو اشتغل؟ يعني يردوني ابوق اطلع من طوري؟ يا عمي بالعباس اذا اطلع من طوري ما حد يكظني، والله بالحسين ما حد يكظني. ترضاها ابنك يا عراق؟ يردون اشتغل جوا بنغلاديش. يعني احنا الشعب، احنا الفقره ما حد لنا، ما حد لنا، كفيلك الله ما حد لنا. يعني هسه وين ما اروح؟ انا اروح هناك؟ يلا روح. يجيك يعاملك انت شلون مثلا بوذي، او انت مو عراقي، او انت مو عراقي. عمي ترى الله كبير، كن من تكون. الامام علي عليه السلام يقول فانك من تراب، انت شو تريد تصير؟ باكر عقبه تموت والله والله تلقاه هناك. يقول يا دنيا تغريني غري غيري، اني طلقتك بالثلاث طلاق دائم لا رجعه فيه. هسه يا اللي يجي صار له خلاله نجمه وظل يمضرط على راسه، انا اخوك عراقي، انت من تجي تهني؟ لا انا ما انهان، تريد تقتلني اقتلني وفضه وخله ولي. هسه والله العظيم بالقران اطلع الصبح بلديه، عمي ذاك اليوم دعموني بشارع اللي شو اسمه السنك، وارجع الكاميرات مالت كم يوم، خاف انا هسه يقولون كذاب، ارجع الكاميرات البيكم الحمراء دعمتني وجاي تهدد، بس هي الخلاها هو اللي ياخذها، كفيلك الله. انا بالنسبه لي روحي ما ريتها عمي بعد، انا انهارت كفيلك الله. انا ما جاي، منين جاي؟ عم انا عراقي بن عراقي، انا عراقي بن عراقي. ما تردونا اللي ورا للبلد حيوقع على المصور، ما تردونا على الرصيف، سوونا صوره حل، يلا سوونا صوره حل. وين نولي؟ ايش ناكل نبوق؟ شو نسوي؟ يلا قولوا لي شو نسوي. استاذ خطاب رحم الوالديك، والله عم تحشون حقهم. يعني شو نسوي يا اخي؟ الكناس هسه ذاك اليوم، يعني هسه الكناس على راسي، البلديه على راسي، على راسي، الشريف على راسي. والله ذاك اليوم دفع علي هذا الولد، يقول لي يلا روح منا. جا احنا مو نجمع كم فلوس ونعطيكم الاف، ما تقولون مال الزباله. جا حتى التنوب علي،